كل الموضوع عندنا لنا مباشرة عبر الهاتف من الرياضة الدكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. دكتور أهلا بك معنا. اجتماع وزاري خليجي بالرياض، تعاون واضح ما بين الدول الخليجية لمواجهة التحديات، لعل أبرزها ملف الإرهاب. برأيك أو من خلال المعلومات التي لديك، ما شكل هذا التعاون الذي يمكن أن يأخذه ملف محاربة الإرهاب تحديدا؟ من المؤكد أن اجتماع على هذا المستوى وزراء الداخلية والخارجية والدفاع لدور مجلس التعاون يشكل أهمية كبرى في مسيرة هذا التعاون وفي مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون التي أثبتت أنها أكثر البلدان استقرارا، أكثر البلدان مضي قدما في التنمية وإسعاد شعوبها. ولكن هناك من لا يريد لهذه المنطقة أن تبقى مستقرة ولا تبقى في خدمة شعوبها بما يسعدها وبما يزيد من رفاهها. ولذا هنا تكمن أهمية هذا الاجتماع المكون من القطاعات المعنية بحماية الأرض بحماية الأمن وبحماية وأيضا بالعمل الدبلوماسي من خلال وزراء الخارجية الذين أثبتوا ممثلين لحكومات وحكام دول مجلس التعاون أمام العالم أنهم ضمانة الاستقرار أهم منطقة في العالم. نعم. وينظرون إلى التهديدات التي توجه إلى هذه المنطقة أنها تهديد لأمن واستقرار ليس فقط منطقتهم وبلدانهم إنما العالم كله. نعم. طيب، التهديدات الإرهابية تهز العالم طبعا بأكمله كما ذكرت، والفترة الماضية حتى شهدنا هجمات إرهابية مختلفة في مختلف دول العالم، في أوروبا، في بريطانيا، في دول أخرى أيضا. الدول الخليجية كيف تتعاون يعني للتصدي لهذه التهديدات؟ يعني من خلال ماذا؟ الخطوات ربما التي تتخذها كدول مجتمعة خليجيا لتتصدى لأي تهديدات وللإرهاب خاصة؟ لو لم تكن اليقظة لدى الأجهزة الأمنية والتكاتف المتكامل بين دول مجلس التعاون لما وفر الإرهاب وسيلة في التدخل وفي القيام بأعمال إرهابية في هذه المنطقة. وكم من المحاولات التي قامت بها فئات إرهابية في هذه المنطقة، ولكن التعاون المتكامل واليقظة المنقطعة النظير لرجال الأمن في دول مجلس التعاون أحبطت الكثير من المحاولات الإرهابية، لدرجة أن أصبح الإرهاب وكأنه في حالة أكبر تحدي له في المنطقة. ولكن أيضا بقدر ما هذه الدول تحمي نفسها من الإرهاب أيضا تمد يدها إلى كل بلدان العالم من أجل محاربة الإرهاب الذي لا يوفر منطقة ولا يوفر قارة ولا بلد. ولذا أثبتت هذه الدول أنها ركيزة قوية من ركائز محاربة الإرهاب على مستوى بلدانها وعلى مستوى العالم كله. نعم. طيب، عندما نتحدث عن تهديدات إرهابية نتحدث عن هجمات محتملة، عن تدخلات، عن ما إلى ذلك، ولكن أيضا لا يجب أن لا ننسى الفكر الإرهابي. الفكر الإرهابي كيف يجب محاربته؟ هل من خطوات عملية على الأرض لمحاربته؟ من أين يجب البدء لمحاربة الفكر الإرهابي؟ من المؤكد أيضا بأن دول مجلس التعاون لديها خطط راقية في محاربة الإرهاب فكريا وفي محاربة أيضا من يدعم الإرهاب ومن يستعين بالإرهاب ومن يجعل للإرهاب وسيلة من أي وسيلة أي وسيلة. فهنا العمل محاربة الفكر الإرهابي أيضا متمثلا في محاربة الطائفية التي يحاول البعض أن يجعل منها قضية في دول منطقتنا. يأججون مشاعر الآخرين، الفئات الأقليات الموجودة وهي تحظى بكامل حقوقها في بلدانها
وهناك من يحاول أن يخلق من خلال فئات معينة ولاءات مذهبية لبلدان أخرى خارج المنطقة، ويستخدمون هذه الأقليات وكل أو البعض القليل من هذه الأقليات زعزعت الأمن والاستقرار في هذه الدول. ولكن حتى تلك الأقليات يعرفون تماما، عرفوا بالتجربة ومع الزمن أن الذين يحرضونهم أنهم لا يمكن أن يقبلوهم حتى في بلدانهم، ولا يقبلون لهم إلا أن يكونوا أدوات تخريب وتدمير في بلدانهم. ولكن الدول الخليجية يقظت لكل هذا ووضعت لمحاربة الإرهاب كل الوسائل لمحاربته، سواء فكريا، تغذية مادية، محاولات لتفتيت وحدة البلدان المنطقة، مثل ما قال سمو الأمير محمد بن نايف في كلمته، يقول هناك من يحاول فعلا يعني العمل الدؤوب على الحفاظ على وحدة هذه الأرض. لا 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 يغرنا أحد ولا يفرقنا أحد، لا من خلال مذهب ولا من خلال طائفة ولا من خلال عرق، عندما نحن صف واحد في الحفاظ على وحدة بلداننا وصف واحد في محاربة كل من يحاول أن يتدخل في شؤوننا الداخلية. شكرا لك دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض.